من مؤتمر جوجل IO، أخبار تقنية، وإيش اللي صاير بالضبط بالغرامة الضخمة اللي جت لأحد الشركات في المملكة، وأيضا نتكلم على تطورات في جوجل في النظام التشغيلي حق الأندرويد، وأشياء مو طبيعية تصير. تخيلوا الروبوتات صارت تتصل وتسوي مكالمات زينا زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بس السيف، وموجود هنا في سان فرانسيسكو بدعوة رسمية من جوجل لحضور جوجل IO كأحد المؤثرين في الوطن العربي. الحمد لله رب العالمين، فضل رب العالمين. هذا مو المؤتمر الرسمي، هذا بعد المؤتمر. الحين نتكلم على أهم الإعلانات والأشياء اللي صارت وشوية أخبار تقنية. فأول حاجة نتكلم عليها توفر نسخة الأندرويد بي، هي متوفرة بنسخة بيتا، يعني شوية مشاكل حيكون فيها، وما صارت زي أول متوفرة لنوع البيكسلات نقدر نقول فقط، لا موجود للبيكسلز وموجود لأكثر من نوع أيضا من الجوالات يمديك تحملها حاليا. القائمة كاملة مع الرابط حطيت لكم إياها تحت في وصف الفيديو اللي هو android.com/beta. حمل نسخة البيتا إذا بدك تجربها، أو على مسؤوليتك أنت، أنا مالي دخل. ترى ما في رجعة من البيتا، أوكي؟ يعني إنك ترجع لورا، فقط للتحديثات تجي النسخة الرسمية يمديك تسوي الحركة دي. When it comes to the announcements today, what's the biggest thing that you liked? Android P with all its cool features, gestures and all, but the worst part was like we didn't even know the name yet. Oh yeah, yeah, yeah. What do you think the name should be? Should be pineapple. Pineapple. So yeah. Looking for that's my bet. For sure it is pineapple. Pineapple than it is. أيضاً لما نتكلم على أحد أهم الأشياء اللي صارت، هي بالتأكيد المكالمة اللي شغلوها للذكاء الصناعي وتعلم الأجهزة. الذكاء الصناعي من خلاله قدروا يخلوا نفس الكمبيوتر يتصل على محل وياخذ موعد. على أول مكالمة كانت يبغى يحلق، المكالمة الثانية كان يحجز في مطعم. الموضوع كان جداً غريب، جداً قوي بنفس الوقت. يعني تخيل أن الكمبيوتر أدى الاتصال بشكل خرافي، تحسبه إنسان حقيقي. بل أيضا أعلنت جوجل عن 6 أصوات جديدة، واحد منها جون ليجند، مغني مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية. فكل الأصوات هذه بتكون متوفرة لك وأيضا قريبة للحقيقة، وهذه الأصوات باستثناء جون ليجند مستوحاة من نفس الأجهزة. الأجهزة هي اللي طلعت نفس نبرة الصوت والطريقة والأسلوب هذه كلها. فالمشين ليرنينج أو تعلم الأجهزة، الكمبيوترات نفسها كيف تتعلم، هذه أحد الأشياء اللي كثير ركزوا عليها هنا في هذا المؤتمر. معانا مجموعة كبيرة من المطورين، أيضا من رومانيا موجود الشباب نفسهم، عندهم قناة بحط لكم الرابط تحت الوصف. بس so what's the channel called again? Creative Monkeys. Creative Monkeys. يعني القرود اللي مرة creative، مبدعين. في النظام التشغيلي لأندرويد P جاء عندنا زر سوي كل شيء، وموجود على الواجهة، يشبه في بعض المهام اللي أديها نفس الزر اللي موجود، أو نقدر نقول السكرولر ذا اللي موجود في الآيفون إكس، وأيضاً يؤدي مهام جداً كثيرة. فالمفروض أنه من الطريقة هذه نعرف أنه التوجه اللي كان مبدئياً عند أبل وطبقوه في الآيفون إكس، هذا هو التوجه اللي الأندرويد P وكثير من التطبيقات حتسويه في المستقبل. وجهة نظر نفس المسؤولين عن نظام الأندرويد وأندرويد P بالتحديد وتطويره، لما سألناهم عن الزر هذا ليش بالطريقة هذه، قالوا أساساً نحاول نوفر أكبر مساحة من الشاشة نقدر عليها مع الغاء أو زر المنزل من فيزيائي ووجود مساحة أكبر على الشاشة. بس كمان الشيء اللي يبغانا نحطه في باله أنه مع التجربة للأندرويد في بيتا إلى الحين ما نلاقي الفرق الكبير، لأنه أنت عندك لسه الزر موجود وما أخذ مساحة كبيرة. بنشوف، نستنى التطوير ونشوف إيش حيصير بهالزر، وحتتطور حقه يصير بالضبط زي آيفون إكس وزي أبل ونظام أو إس، أو حيصير شيء مختلف تمام. Oh, people know that look. Okay. So yeah, exactly. So, what's the favorite segment from the whole announcement? The entire announcement. I am not going to be very original when I say the Android P, specifically the new UI enhancements. I love that we have come back to a gesture-based interface, because I've been waiting for it since 2011, when Palm died fully, and we lost WebOS. And I will give Apple credit. OS 10 is doing a lot of great stuff with gestures, and I quite like it. But I prefer Android personally, and to see a gesture-based interface return to my preferred platform is pretty cool, especially since this seems to work pretty well, and it's only in its second beta. What was your reaction about the whole phone call made by AI? Oh, the bot? The yes. Bot that calls your hairstylist and freaks her out? Yeah. It was a fascinating example of where technology is right now. I don't think that I will be using its services for a while. I think that is much further
over the horizon than we were maybe promised or maybe was suggested today. When I tagged you on Twitter, a lot of followers said Mr. Two Mobiles. Ah, yes. What happened to that? Captain Two Phones. That was, I loved that Twitter handle, but when we built Mr. Mobile, it was like, time to have a new brand. Time to put that one into mothballs for a bit. I still own it. Don't worry. Captain Two Phones might make a comeback at some point. For now, he's in retirement on some island. Oh, yeah. Okay. What would you tell all your audience in the Arabic world? Ramadan Kareem. Oh, thank you. And I hope I pronounced it properly. You did. Good. Thanks and a I lot. جوجل ايضا طلعت الجوجل لينز. جوجل لينز موجوده من اول مع المساند الشخصي. الشيء اللي سوته جوجل كاضافه الحين, جوجل لينز حتقدر تكون معك وين في كاميرتك وفي مجموعه كبيره من الجوالات اللي كاميرتك ونفس الكاميرا الاساسيه حيكون فيها جوجل لينز. تخيل انك تيجي تحط على منيو وكل الكلمات او الاصناف اللي موجوده في قائمه الطعام المنيو هذه, من يوم ما تختار احد منها تحت المساند الشخصي يطلع لك وش شكل هذا الاكل وش مكوناته. ايضا جوجل اعلنت عن الجهاز الجديد حقهم الديسبلاي على شهر 7, حيكون متوفر الديسبلاي هذا الجديد اللي هو جوجل ديسبلاي, المفروض انه يكون مساند شخصي ولكن مع شاشه تصير وصفات ما وصفات وأشياء باختصارات تطلع عندك. المساند الشخصي حق جوجل اسيستنت برضو حيجي له تعديل وتطوير على نفس الجوالات. جوجل وكميه الاستثمار في الذكاء الصناعي وكميه الاستثمار في موضوع المشين ليرنينج في هذا المؤتمر شيء مجنون. وارجع اتكلم على, تخيلوا واحد يتصل عليك روبوت ما هو حقيقي, كمبيوتر اللي اتصل عليك يسولف معاك ويعطي ايميلات وسواليف كذا تحس انه انسان حقيقي اللي قاعد يكلمك. جوجل مسوي كذا. جالسين مع سوبر ستاف وكمان الجروب اللي جاي معانا من نفس الانفلونسرز حق اليوتيوب, ف I'm going to ask you straight away what is like your favorite announcement today. All right, assalamu alaikum firstly. My favorite announcement was around Google Assistant, the Google Duplex. All right. Where you can ask Google Assistant to book appointments for you, book a table for you, and it'll have a phone call, an actual conversation, which was just insane. That's the future for me. I think that's just amazing. Just seeing that in action, that was an actual phone call that they had. Yes. Might have been one of many that they tried, yeah. But it was still very, very impressive, and I think that's the way things will be in the future. Aren't you like worried within a couple of years that you get phone calls from bots? I already get phone calls from bots. Oh yeah, in the UK. Yeah. Advertising ones, and I get very annoyed and cut them off. But I mean, the way this was, you couldn't even tell. Absolutely. It was very, very natural, the conversation, and I think that's where AI is heading. We're gonna come to a point where, you know, you will not know if you're talking to a person or a robot, right? Absolutely. And it's very, very interesting and amazing. You're like Android P, you've installed it already, right? I have installed it already. I'm liking it so far. I mean, it's interesting. I have to spend some more time with it. There's certain features that I think will be quite useful. Wind down is something that I think I should use. Definitely. I don't know if I will, but I should use it because I struggle to go to sleep early. So I think that will be a nice sort of incentive for me to sort of wind down, as it suggests. So makes quite sense. Interested. And the gestures, it's something that we've seen, you know, on other devices, and it's something that I think is the way forward because of how big displays are getting. And you don't really want interference on that display, right? Absolutely. So having the on-screen buttons, once you kind of get used to the gestures, it should be quite interesting. It'll take some time to get used to. Brilliant. So what would you tell everybody who's watching you now on UpToDate? Super Surf, Yahubukum. You see? So just go to his chat right there, link, okay? Much love. Man, come on. على فكرة, I mean, maybe people watching this in like within a week, it's Ramadan, so Ramadan Mubarak to you. Ramadan Mubarak, really looking forward to it. Inshallah, I hope it all goes well and you have a blessed month. It's an amazing time, my favorite time of the year. It won't be an honor conference, he would be, so just follow him. واحد الأشياء الجديدة أيضا في جوجل مابس, وضعوا نفس الواقع المعزز, الواقع المدمج, ضبطوه مع جوجل مابس. فأنت لما تكون في المدينة وتصير معي مسافة برا مثلا, أجي أشوف يمين يسار وين بالضبط أروح الحارة الجاية, لما تطلع الخريطة صار الخريطة هي نفسها بالاوجمنتد رياليتي باستخدام مو جي بي اس, في بي اس, فيجن لوكيشن سيرفيس, جي بي اس يا بوزيشن سيرفيس يا فيجن بوزيشن سيرفيس. فمن خلالها حتقدر بكل بساطه نفس الكاميرا تطلع لك وين بالضبط حتروح في الاتجاهات. ذكرتني بكاميرا او بنظاره جوجل, وهذا الشيء حيكون موجود ومتوفر للجميع قريبا, وايضا حيكون في مساند او واحد يساعدك في الخريطه. All right, so this is how you look in real life.
Who is this? I don't know who this is. Who's this really? Really, Saf? This is not me, look. Oh, that's me. Yeah. المؤتمر الماضي لو تتذكروا نفسي قاعد تتكلم عن كيف جوجل قاعدة تتوجه إلى تطوير السوفتوير حقها، تطوير البرامج، تطوير التقنيات، تطوير الذكاء الصناعي، وما هي قاعدة تلتفت بشكل كامل للأجهزة وإنتاج أجهزة جديدة. بالفعل في المؤتمر هذا يؤكدوا أكثر وأكثر هذه النظرية، وأنه فعليا جوجل تهتم بالسوفتوير، تهتم بالخدمات والذكاء الصناعي، وأيضا المشين ليرنينج اللي هو تعلم الأجهزة. شيء مجنون اللي قاعدة تسويه جوجل. في شيء هنا قاعدين يسووه اسمه أندرويد ثينجز، أشياء أندرويد. تعرفوا إنترنت الأشياء والآي أو تي، لا هنا أندرويد ثينجز. أندرويد قاعدة هي نفسها تفكر كيف بالذكاء الصناعي أيضا بتعلم الأجهزة تقدر تطلع اختراعات وابتكارات تغير مفهوم التكنولوجيا بشكل أو بآخر. شفت تعرف يلعب ورقة حجر مقص، هذا قاعد يلعبها مع نفس الجهاز. هذا الجهاز مبني بنفس الأندرويد أوف ثينجز. شوف انتظره. طيب بالكم تشوف الحين وجهي ونفس الورد اللي موجود، الورد اللي هنا يتفاعل مع الوجه، فهذا الحين اكون مبسوط وكذا زلام. لما انبسط لما اسوي نفسي متفاجئ تقعد نفس الوقت يقعد يتفاعل معاك ويطلع لك اشكال على حسب الشيء اللي انت قاعد تشوفه. هذه الابتكارات اللي موجوده والاشياء حقت جوجل اللي قاعدين يطوروا فيها. هذه الشاشات المفروض تجي من جوجل، عندكم جي بي ال، ال جي، لينوفو صغير واللينوفو كبير، ومايكل جورج ولينوفو أسوأ. احد سيارات ويمو اللي موجوده هنا في احد الولايات في امريكا سوت حادث، والاخبار هنا كلها تكلمت عن هذا الحادث. الشيء العجيب انه الحادث، السياره هذه تقنيه القياده ما لها اي دخل فيه، كانت سياره ماشيه غلط قطعت اشاره وسوت لفه وطلعت عن مسارها وجت وصدمت السياره تلقائيه القياده. ولكن هنا الاخبار استغلوا سيارات تلقائيه القياده لوضع الشؤم عليها بالعنوان وتجذب المشاهدات، ليتلي زي عمليه الكليك بيت. يعني صح احنا في الاخبار نختار خبر مثير اللي هو المفروض الناس تتفرج عليه ونحطه، اما هنا لا، قاعدين يستغلوا اشياء موجوده نوعا ما سلبيا ستؤثر على السيارات تلقائيه القياده. ايضا في مؤتمر جوجل تكلموا على السيارات تلقائيه القياده، تكلموا على الكميه الضخمه من الذكاء الصناعي وايضا ماشين ليرنينج، تعلم الاجهزه اللي من خلالها تقدر السيارات تلقائيه القياده تعرف الشوارع احسن وتعرف الاجسام اللي موجوده في الشوارع اكثر. يعني جابوا لك مثال، ومثال جدا قوي، لو تكلم على واحد ماشي في الشارع عادي حتعرف السيارة ان هذا شخص ماشي، ولكن اذا كان في عامل قاعد حفر حفرة على نفس الرصيف وقاعد يشتغل جوا الحفرة فمو طالع النص جسمه اللي فوق، الذكاء الصناعي والاجهزة حتعرف انه هذا الحين شخص رغم انه هو كامل في صورته، ولكن من الحركات والإيماءات وايضا من المشين ليرنينج حتعرف انه هذا شخص. خبر مفرح وتقدم المملكة، 28 مركز حسب احصاءات سبيد تيست. سبيد تيست الشركة اللي قاعدة تسوي لنا اختبارات ومقاييس، كلنا مستخدمين الجوال يحملوا تطبيقها ويسووا اختبار على شبكات الجوال المحمولة على سبيل المثال، تقدمنا 28 مركز خلال سنة. كان عندنا السرعة المتوسطة 10 ميجا 10 وشوي، صارت 20 ميجا وشوي، 100% تحسن خلال سنة، شيء جدا جميل. صرنا في مراكز الستينات، لما كنا تسعينات صرنا ستينات، شيء كويس وبإذن الله الأحسن لقدام مع التطور. وحتى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خبر ثاني لأول مرة فيهم قوة قلب مو طبيعية، وأعلنوا عن غرامة على شركات مشغلين عندنا في المملكة العربية السعودية. الغرامة أعلنوا أنها في تويتر، وأيضا حطوا التفاصيل كاملة على موقع الهيئة. شيء جدا جميل لما تلاقي التطورات والشفافية قاعدة تصير من الهيئة. الهيئة زمان غير الهيئة آخر كم سنة، شيء جميل جدا. من الاستفتاءات اللي حطيناها معاكم، إذا عندك معلومات مهمة تحفظها سحابيا ولا لا، تخيلوا أنه 59% قالوا ما أحط بياناتي في السحابة، نسبة جدا كبيرة، ونسبة أصلا الناس اللي يثقوا في الموضوع كانت ضئيلة 22% تقريبا. شيء يخوف من ناحية السحابة، لأنه واضح التوجه العالمي تخزين السحابة الإلكترونية. لما نتكلم على تطبيقات الشبكات الاجتماعية، صاروا زي بعضها ولا لا؟ أكثر الناس اتفقت معنا أنها صاروا زي بعضها، ولكن بعضها يقول كل واحد له حلاوته على المنصة الخاصة، وهذه نلاقيها عندنا في المنطقة العربية على سناب شات مثلا. صحيح الأمر هذا. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون من لايك وسبسكرايب الأشياء دي كلها. هلو. السفرة جدا طويلة، تخيلوا 16 ساعة إلى 10 دقائق من دبي إلى سان فرانسيسكو. الله يعين يا رب العالمين، ينفع بنا أجمعين. نشوفكم على خير.